السلام عليكم متابعينا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. بقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله نتوما كتفرجوا فيه. اليوم مشينا لكازا، هانتوما الاجواء في كازا كي دايره. صراحه الله كازا غزاله والله العظيم. هانتوما الجرد، دخلنا لهاد الجريده هذه، هانتوما واحد الخصه هاد الجرده. هانتوما المتتبعين، صراحه الله فيها ما يتشاف. هانتوما ايوا هادشي اللي كاين المتتبعين ديالنا، نتمنى انكم تكونوا كتستمتعوا معنا. صراحه الله بلاصه زوينه هنايا، خدينا شي شغل وقلنا نجي نصور لكم واحد شويه. دخلنا لهاد الجرده قلنا ندخلوا ليها شويه. ايوا انا كنصور لكم هنايا. ها انتم ولا ما في كاين الغط؟ لا هادي كازا. هانتوما هاد الخصة لي كاينة فهاد الجردة، نقربها ليكم واحد شوية. هانتوما دوك ليهم. هانتوما الجردة، عاوتاني نصور لكم الجهة الأخرى. هانتوما الوريضات، المهم داكشي زوين. هانتوما على البلولات فهاد الشجرة هادي، شوف الظل ديالها تبارك الله. هاهي ماما فين هي؟ وقف كتشوف الخصة. كما عودتكم اي حاجه بات لي زوينه كنشاركها معكم. ها انتم هاد الخصه عاوتاني، هذه في الخرجه ديال الجرده. ها انتم هاد الخصه هذه. ها انتم هذيك راهي اللي كاتبان لكم اللي هي بيضه، هذيك الكنيسه. شوفوا هاد هاد الجريده هادي، هانتوما الوريضات. هانتوما الوريضات هادو، هاكا شو صورني هنايا. ايه زوينه. انتم هاد الوريضه كي دايره؟ مشينا لدابا لساحه الحمام، كيما حميمات. هاي خصة واحدة أخرى، هاد الخصة يمكن كيخليوها تا الليل عاد كيخدموها. هاهي خدمو الخصة، هاهي خصة واحدة أخرى عاوتاني. هانتوما هاد الخصة هادي، نقرب لكم واحد شوية. هانتوما الحميمات. تاني ساحة الحمام، الساحة ديال الحمام اللي كنا محتاجين كيفاش ديال الحمام.
هانتوما هاد الحمام غنقرب لكم شويه. هانتوما تبارك الله شحال ديال الحميمات. هانتوما هاد الخصالي، هانتوما هاد الخصالي هما كيخدموها على كتحسب ليك حتى الليل، لكن كيخدموها في النهار. هانتوما الصراحة منظر رائع. هادي هي المكالا اللي كاينة في كازا. هانتوما صراحة منظر رائع في هاد الخصة هادي. أنا نقرب لكم الصورة. صراحة منظر فيها غزال، راهم قبيلة ولا كنستناها حتى تلقاوها هكا نتوما شحال منظر فيها شحال زوين. حنايا في المدينة القديمة، دابا دخلنا للمدينة القديمة، أنا كنصور لكم واحد شوية هنايا. نتوما هنا القيصرية اللي في المدينة القديمة. الذهب هنايا الذهبية البرا فهمتي. تما غير بعيا. هانتوما هنا كيبيعو داكشي ديال الأعشاب. هذه هي القيصريه ديال كازا المدينه القديمه. دابا حنايا متتبعين حدا الكره الارضيه اللي كاينه حدا المدينه القديمه. هانتوما نقرب عليكم واحد شويه. هاي الطوبيس. هانتوما هذه الكرة الأرضية اللي ما كيعرفش مدينة كازا معروفة بهذه الكرة الأرضية هذه. هانتوما الطواجن. هانتوما انا كنصور لكم اي حاجة في هذه المدينة القديمة. واش حاجه بكم فاضل المدينه القديمه. انتوما انتوما ودي هي المدينه القديمه. ودابا صافي حنا خارجين من المدينه، نمشيو نتغداو جانا الجوع. هانتوما
هنايا جينا لهاد القهوه اللي غناكلو فيها تما هو السربي غادي يجي يمسحني بلا الضوء ديما انتما جينا لهاد القهوه هادي غادي ناكلو فيها ان شاء الله انتما معنا تي وجا لينا الحوت اللي ما نتغداو بالحوت انتما هذا هو الحوت اللي كلنا كاين في فواكه البحر غاديين هنا يلاه كار باش غادي تشدوا التران للدار ان شاء الله تسلا غادي نكبر هكا حنا دخلنا للاكار هو لاكار دابا غادي نمشيو باش نخلصوا باش نشد التران ان شاء الله ودابا حنا بعد ما تسالينا شويه في مدينه كازا وتغدينا ودابا حنايا شدينا التران وراجعين بحالنا عينا صراحة الله باقي كاين الحرارة كاين الحال سخون وهادشي اللي كاين المتتبعين نتمنى ان هاد الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معنا وانا كما عودتكم اي حاجة درتها كنبغي نشاركها معاكم وهادشي اللي كاين ومبقى لي نقول لكم السلام عليكم وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.